السلام عليكم يا جماعة الخير، معكم عادل من قناة انثني جيمي، واليوم رجعنا لكم بلعبة فيديو ذا لونج سنات. يا جماعة الخير اللي ما شاف الفيديو السابق يروح يشوف الفيديو السابق قبل ما تشوف هذا الفيديو، فخلونا ما نطول بالكلام ونبدأ نلعب. طيب يا جماعة الخير، كما قلت لكم في الفيديو السابق ان اليوم راح نلعب في المنطقة الثانية اللي راويتكم في الفيديو السابق يا جماعة الخير، واذا لاحظتوا ان انا ضبطت السهم او القوس يا جماعة الخير، فالحين صار مرة قوي يا جماعة، وهذا الشيء راح يساعدنا في مقاتلة الزعيم يا اخوان. انزين، فخلونا نتنقل الى المنطقة الجديدة. اللي سمعت يا اخوان ان هذا الزعيم هو من اقوى الزعماء في هذا اللعبة يا اخوان، فالله يعيننا. اوكي يلا خلونا نتحرك. هذا ليش كذا جالسين يا اخي؟ وش فيكم؟ مالكم؟ هذا دليل يقول ان زعيم ما قصر معاهم يعني. فهذا بدايه مش زينه اخوان. انزين امشي ما نطيح. اذا طحنا اتوقع ان نعيد من اول. اكيد بنعيد من اول. هذا الالعاب اذا تموت لازم تعيد من اول يا اخوان. انزين انا وين قاس اروح؟ انا قاس بس اقحم يا حبيبي على الاشواك. ضغط كذاك، ضغط R2 واقحم. انزين انا قاس اروح يا جماعه، ما اعرف وين قاس اروح، لانه هذا المنطقه يا اخوان نفس المنطقه اللي لعبتها في الفيديو السابق يا جماعه الخير، انه ماشي اسمه ذاك خريطه، فتقدر تقول ان انت وحظك يعني. خلينا نستخدم العين. انزين هذا العين واجد مفيد يا اخوان. اوكي يعني هنا ماشي طريق، شكل الطريق من تحت، شكله من هنا يا اخوان، شكله من هنا الطريق بالضبط اتوقع. لا 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 يا حبيبي لا، انا وين قاعد اروح؟ خلينا نعقل العين مره ثانيه. طريق من هنا يا اخوان، طريق من هنا. لا طيح يا حبيبي على هذا الاسم. وش هذا؟ وش هذا التواير؟ انزين خليه يجي، اول ما يجي كذاك بلحق انا، بلحقك كانك انا. اوكي انزين هذا شوف هذا الشيء يا جماعة الخير. انزين هذا يعتبر المختصر يا اخوان، انا فتحته ترى، انا لعبت تقريبا 5 دقائق في هذه المنطقة. انزين وفتحت هذا يعني، لان هذا على طول يطلعك هذا المكان يا جماعه. هذا عباره ان هذا مختصر لهذا المنطقه يا اخوان. فيس فخلونا نتحرك. انزين شوي يا اخوي، شوي. انزين ما طحت. انزين وهذا البواب يا اخوان، هذا البواب يوصلك على طول الى الزعيم. انزين هذا البوابة يوصلك على طول. الزعيم موجود هنا يا اخوان، الزعيم موجود هنا. لحظة قبل ما رحله خليني استخدم هذا اليد مفيد يا اخوان. هذا الزعيم ترى يا اخوان ما سهل، فاتوقع يمكن بنموت اقل شيء 5 مرات. حلو الله عليك قوته ترى اللي هو اسمه البرق يا اخوان. ابلع. لا 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 يا حبيبي يا ساتر. مشكلته الزعيم اخوان انه سريع، شفت كيف سريع؟ لا 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 يا حبيبي ما يصير كذا يا حبيبي. انا ما اعرف وينه. قال لي انا هنا كان يا حبيبي. انا ميت اخوان. هذا قاعد يمزح معايا ده، والله العظيم ما يعطيك فرصة، ما يعطيك. ابلع ابلع ابلع، هذه فرصة يا اخوان، فرصة. لا 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 يا حبيبي، هدي. تد يا ماشي فايدة، تقحم ما تقحم، يقول لك ماشي فايدة. اوكي لازم احفظ حركات يا اخوان، ولكن شفت السهم وش يسوي يا اخوان؟ واجد مفيد، واجد مفيد، قاعد يشوطني هذا. اي واجد مفيد.
اوه انا ميت انا ميت خلاص انا ميت يا حبيبي. ماشي فرصه يقول لك الحين فرصه. هذا فرصتي فرصتي يا اخوان فرصتي. عبي عبي هيلب. وش قاعد تسوي؟ اوكي اوكي فهمت شويه فهمت شويه بس فهمت. ايه طايح طايح هذا طايح. اه اوكي 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 يا اخوان. اه والله العظيم انا ما اعرف كيف. ما يخليك ما يخليك مشكله ما يخليك. انا ميت انا ميت يا اخوان انا ميت. كيف كذاك؟ هذه المره يا اخوان بحاول اركز وما اكون مستعجل. طيب مشكلتي يا اخوان هذا الزعيم سريع يعني ما يعطيك فرصه. ما نفس البقيه يعطوك فرصه. اما هذا الزعيم يقول لك لا يا حبيبي انا ما قصر انتظر انا اجيك. اوكي ما شاء الله عليه. اوكي بدايته كذا ما شاء الله. انزين بيطيح اول ما يطيح تلعنوه يا اخوان. ابلع مش شفت كيف على طول يجيك ما يعطيك فرصه ما يعطيك فرصه. مش كيف يسوي هذا؟ وين هذا؟ يقول لي انا بس كنت ذاك اتشرج وقعنك حاطنا جسمي في الشارج. تعال يا زباله. ما كذا يا اخي ما كذا. اوكي اكيد بتشوط قريبا. ما تشوط لازم اركز يا اخوان. كيف صابني اكل ضربه؟ كيف صابني؟ ايش هذا الشليخ؟ انا ميت انا ميت خلاص. تعال لا فاتني فاتني انا ميت. يا اخوان طع 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 يكفي هيلف اشرب. بخلي 4 هيلينج بوشن. اوكي ما شاء الله عليك فرصة فرصة. لما يسوي كذاك عندكم فرصة يا اخوان. لا 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 ما غايتك ما غايتك تتعب. لا تعال تعال تعال. اوف كيف ضربني وفوق يا اخوان. فرصة فرصة يا اخوان هذه فرصتنا. هيل هيل. اوكي بيطيح مثلا بيطيح. اول ما يطيح نلعنه. هو السهم يا اخوان شغال ترى. رد عليه قال حتى انا عندي سهم. فرصه فرصه. ايوه هيل 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 يا جماعه هنا واصل. خلاص هنا واصل. بحاول اقتله ولكن ما وعدكم والله. هنا واصل هذا الزعيم. ما عرفت كيف اقتله ما فهمت انا. ما يخليك ما يعطيك فرصه يا اخوان. شوف ها على طول بيجي. انزين اوكي اقحم حلو بيطيح ممتاز لحد الحين ماشيين صح. الحين بيجي بيبدا يلحقنا. شفتوا كيف؟ واكيد انا ميت. اوكي انا ميت. اضرب 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 اشرد. اوكي بيطيح الحين بيطيح. اول ما يطيح يا اخوان ضربوه. لحد الحين امورنا طيبه لحد الحين. قد بس لحد الحين وقال لا ما لحد الحين. انت تموت انت تموت اكيد انت تموت. بيجيني اوكي ماشي فرصة. لا 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 الا هذا ضربه يضربني. ايش الا هذا قال اي شيء. قال انت مجنون انت بعدك ما شفت شيء. اوكي خليه يسوي كذاك على اساس يطيح. اول ما يطيح ضربوه يا اخوان. اوه ما شفت انه يسوي هذا ضربه. اضرب اضرب. انا ميت. هيل هيل يا حبيبي هيل. ماشي فرصه. اوكي اوه ضربني.
اوكي انا معك كيف انا ما انا ميت خلاص هيل اوكي بيطيح بيطيح يا اخوان يا ضرب ضربني يا اخ ضربني الزباله هذا معلش 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 هيل 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 فرصه طيف هيل اوكي ما يسوي هاك الضرب يا اخي لا اقلب اقلب صوب الثاني اوف لا 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 يا حبيبي لا والله مسخره اوكي بيطيح اضرب 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 اوكي بيجينا هيا غيت غيت ايوه اضرب 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 ما بخلش يا اخوان ما بخلش لا انا ميت انا ميت هيل ما طاعي هيل اضرب 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 قاعد دايما بقلب بقلب شويه لا 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 يا حبيبي لا خلاص يا اخوان بيموت يا اخوان بيموت قتلنا اوه واخيرا واخيرا يا اخوان يا جماعه انا ما بكذب عليكم انا مت اقل شيء 15 مره ما بكذب عليكم ما يكذب عليكم مت اقل شيء 15 مره اللي ما قتلت هذا الزباله هذا فانا استاهل لايك يا اخوان اليوم اليوم استاهل لايك يا جماعه الخير فيدعمونا باللايك والشير والاشتراك يا جماعه الخير كان معكم عادل من قناه انفينيت جيمنج ملتقانا ان شاء الله في الفيديو القادم سلام